يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا بحالها، وحشتوني جدا جدا من القصة اللي فاتت. أما النهاردة فأنا جايبة لكم قصة جديدة، وقبل ما أبدأ ما تنسوش بقى لو عجبتكم القصة تعملوا لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ قصتنا. كانت واقفة في المطبخ وبتحضر الأكل، وهي حاسة بإرهاق شديد بسبب شغل البيت اللي مش بيخلص وإنها بتتعامل فيه زي الخدامة بالظبط. واتكلمت فرحة بتعب: يا رب أنا تعبت بقى، ارحمني من الهم ده. وسكتت فرحة بسبب صوت خالتها: أنتي يا اللي اسمك فرحة، فين الفطار؟ حاضر يا خالتي، جاية هو. فرحة بنت جميلة جدا، عندها 20 سنة، عايشة مع خالتها وجوز خالتها من 10 سنين تقريبا بسبب والدتها والدها اللي توفوا في حادثة. وخرجت فرحة وهي محضرة الأكل وبتبص لخالتها وجوزها سيد اللي عنده 50 سنة بالظبط، وظهر جدا عليه إنه راجل صعب من نظرة عينيه. الفطارة هو يا خالتي جاهز. ده كله يا ست هانم بتحضري الأكل؟ ما تخفي نفسك يا بنت شوية. طب انا اعمل ايه يعني؟ ما انا بغسل وبعمل الاكل وبروق وبعمل كل حاجه في البيت، ما فيهاش حاجه لو اتاخرت شويه. ده انا بحط جسمي على السرير بالليل ما بوعاش بحاجه من كتر التعب. لا والله، ده بدل ما تحمدي ربنا وتبوسي ايدك وش وظهر اننا معيشينك معانا، بدل ما كنت تربيتي في الشوارع بعد ما اهلك ما ماتوا. اهلي ربنا يرحمهم وكتر خيرك يا خالتي انتي وعم سيد، بس انا عايشة هنا بلقمتي، وعلى العموم انا غلطانة عشان قلت اني تعبانة. ايه يا بت، ما بلاش شوية المسكنة دي واللي بتعمليه ده، تصدقي صعبتي عليا؟ يلا يا بت تجري من قدامي لحسن خلاص نفسي تسدت من كلامك. سيبك منها يا هند ويلا عشان ناكل. وبدأوا ياكلوا، أما فرحة فكانت بتبقى ممنوعة أنها تاكل معاهم لأن دي أوامر خالتها. وأثناء ما بياكلوا ساب سيد الأكل واتكلم وهو متضايق جدا: إيه ده، الفول ناقص ملح ليه يا افتى؟ هو الواحد ما يعرفش ياكل في البيت ده؟ لا والله يا عم سيد، الفول حلو وما فيهوش أي حاجة. أنت هتكدبيني يا بت، أنت قصدك إيه؟ أنت قصدك إيه إني بكدب؟ انت يا زفتة، مدام قالك ناقص ملح يبقى ناقص، يلا غوري هاتي الملح. وانت ساكتة جاتك نيلة بقيتي مش نافعة في حاجة. ومشيت فرحة وجابت الملح وادته لسيد ودخلت المطبخ من تاني، وفضلت تعيط لانها تعبت من العيشة معاهم اللي كانت عبارة عن ذل واهانة. وبعد شوية كانوا خلصوا اكل وراحت فرحة ولمت الاكل وجات عشان تدخل اوضتها، بس لقت خالتها وقفت قدامها: انا هخش انام شوية، عاوز اصحى الاقي الاكل معمول وكل حاجة نظيفة، انت فاهمة ولا لا؟ عشان ما خليش يومك اسود. حاضر يا خالتي. وسكتت فرحة وهي مقهورة ودخلت خالتها عشان تنام، اما هي فبدأت تروق البيت زي ما طلبت خالتها بالظبط. وبعد ساعتين كانت خلصت كل حاجة وراها ودخلت ترتاح شوية في اوضتها، وفجأة لقت باب الاوضة بيتفتح ودخل سيد. اتخضت فرحة وقامت من مكانها: عاوز حاجة يا جوز خالتي؟ وقفل سيد الباب وقرب منها بخبث شديد: انا جاي اطمن عليكي واشوفك نمتي ولا لا. ليه ما نمتيش؟ مش خلصتي اللي وراكي؟ لا انا مش حاسة اني عايزة انام، وبعدين انا هفضل صحي عشان خالتي لو قامت واحتاجت حاجة مني. ست سيبك منها وارتاحي شوية. اسيبني ايه؟ انت عايزها تقوم تخلي يومي اسود؟ عايزة الصراحة خالتك دي ست ما تتعشرش، ست بومة كده. انت ازاي بتقول عليها كده؟ مش مفروض انك بتحبها ودايما بتسندها في الكلام عليا؟ ولحظتها قرب منها سيد وحط ايده على كتفها واتكلم بخبث: انا عمري ما حبيت الولية الخرفانة اللي برة دي، انا بصراحة كده بحبك انت يا فرحتي. ايه اللي بتقوله ده؟ وبعدين ما تحطش ايدك عليا كده. يا بنت طوعيني كده وخلينا نتجوز وانا اخليكي ست البيت، ولو على خالتك هطلقها. قلتي ايه؟ قلت انك مجنون وهقول لخالتي عليك لو ما طلعتش بره. ده انت طلعت راجل واطي. بقى انا واطي يا بنت الكلب؟ الكلب ده يبقى انت، انت سكو بس. ايه يا حيلة امك، انت بتعلي صوتك عليا وكمان بتشتميني؟ ده انت نهار اللي جابك اسود. وسكت سيد بسبب الباب اللي اتفتح، ودخلت هند اللي صحيت على صوتهم العالي: مالكم صوتكم عالي ليه كده؟ وبعدين انت بتعمل ايه هنا يا سيد؟
البت اللي ما تمرش فيها العشره دي لقيتها بتنادي عليا وهي بتتوجع وبتقول انها وقعت، ودخلت عشان اشوفها لقيتها قفلت الباب وحاولت تقرب مني وتقول لي طلق خالتي وانا بحبك وهدلعك، ولما زعقت لها يا هند قامت معليه صوتها عليا عشان توقعنا في بعض قليله الربايه دي. يا لهوي انت اتجننت يا بت، بس هقول ايه، طالعه للي خلفتك. لا يا خالتي ما حصلش والله العظيم، ده هو اللي جه ودخل عليا الاوضه وفضل يقول عليكي كلام وحش ويبص لي بصات مش حلوه، وهو اللي قال لي انه بيكرهك وطلب انه يتجوزني ويطلقك، بس انا رفضت وشتمته. انت لسه مكمله في كدبك؟ بقى انا اللي قلت كده ولا انت اللي فضلتي تقولي لي كلام وحش عن خالتك وفضلتي تغري فيا وانا اللي زعقت لك؟ صحيح بنت كدابه وعاوزه تتربي من اول وجديد. اقصى عليكي وعلى تربيتك، انا طول عمري بقول انك بنت كدابه وما تستاهليش اللقمه اللي بتاكليها عندنا. يا خالتي انت بتقولي ايه، حرام عليك يا جوز خالتي، هتروح من ربنا فين؟ غوري من وشي، مش عايزه المحك في البيت ده تاني، يلا روحي على الشارع يا عين امك. حرام عليكي، هروح لمين؟ ده انا ماليش غيرك يا خالتي. ما هو عشان كده كنت عايزه تطفشيني وتاخدي جوزي، يلا غوري من وشي يا بت. ما تزعليش نفسك كده يا حبيبتي، انا بنفسي هاخدها واحدفها بره الشارع كله. وقرب سيد ومسك ايد فرحة وشدها وراه بالعافية ونزل بيها على الشارع وهي عمالة تعيط. سيب ايدي، مش عملت اللي انت عايزه، خلاص سيبني بقى سيبني. اسيبك ايه، هو انا لسه خدت منك حاجة؟ تعالي معايا على بيتي التاني، خالتك ما تعرفش عنه اي حاجة، تعالي هوديك هناك وهنتجوز واخليك احسن منها. يا شيخ سيبني بقى، انا مش عايزة منك حاجة، ابعد عني منك لله. وزقته فرحة بقوة واتخبط في الارض، اما هي فطلعت تجري في الشوارع وهي بتعيط وخايفة احسن يحصلها مرة تانية. ومرة واحدة ظهر قدامها عربية وخبطتها ونزل منها رجل الاعمال الشهير مروان الكيلاني، الشاب اللي عنده 28 سنة، شالها وحطها جوه العربية وروح بيها على الفيلا بتاعته، وهناك طلب لها الدكتور اللي كشف عليها ولف لها راسها لانها اتعورت. وبعد شوية خرج الدكتور، طمني هي كويسة؟ الأنسة بخير، هي بس عندها كدمة في دراعها وخبطة في الراس، ما تقلقش خالص، أنا لفتها لها وكمان كتبت لها على مرهم كويس هتدهنه على دراعها وهتبقى كويسة خلال يومين بإذن الله. تمام، بس هي فائت ولا لسه؟ أيوة فائت، عن إذنك أنا همشي بقى. تمام اتفضل. ومشي الدكتور، أما مروان فدخل عند فرحة ولقاها قاعدة على السرير. أنا فين؟ أنت في الفيلا بتاعتي. وانت تبقى مين؟ وانا بعمل ايه هنا؟ انا كنت ماشي بالعربية وانت طلعتي مرة واحدة قدامي، فللأسف خبطتك وجبتك على هنا، والدكتور يا ستي كشف عليكي وقال انك كويسة ما تقلقيش وتقدري تمشي على بيتك، تعالي يلا وصلك. ها؟ لا لا لا، انا مش عايز امشي، ممكن افضل هنا؟ تفضلي هنا ازاي؟ بقولك ايه، لو عايزة قرشين بسبب خبطتي ليكي تمام هديكي، انما بقى تستغل الموقف وتلزقيلي هنا ده اللي مش هوافق عليه. انا مروان الكيلاني رجل الاعمال المعروف، وشغل الشحاتة ده مش بيخيل عليا. شحاتة ايه بس؟ انت اصلا بتقول ايه؟ انا مش بشحت ولا حتى عايز الزق هنا، انا بس عايزك تشغلني اي حاجة ان شاء الله حتى خدامة، بس بالله عليك ما تسيبنيش، انا ماليش حد في الدنيا دي. ازاي يعني مالكيش حد؟ فين اهلك؟ وفضلت فرحة تعيط وبدأت تحكي له حكايتها، وبعد ما خلصت بص لها مروان بجدية، وانا ايه دخلي بكل ده؟ وايه اللي يخليني اصدق كلامك؟ لاني مش هستفاد حاجة لما اكتب عليك، انا ربنا شاهد على كل حرف قلته والقرار يرجع ليك، لا اما تشغلني هنا يا اما امشي وامر لله. حاس مروان انها مش بتكذب. طيب تمام، انا هخليكي هنا، بس لو عرفت انك بتكدبي انا بقى اللي هوريك العذاب الوان. وردت فرحة بابتسامة كلها دموع، لا والله انا مش بكدب خالص. بتعرفي تزرعي ورد؟ بعرف ازرع واعمل كل حاجة. الجنينة اللي برا دي محتاجة حد ياخد باله منها، من النهاردة هيبقى شغلك هنا الاهتمام بالجنينة وزرعها. وحاجة كمان، انا محدش عايش معايا زي ما انت شايفة، فلو بتعرفي تعملي أكلة هتكوني مسؤولة عن البيت كله، تمام ولا إيه؟ كتر خيرك، أكيد تمام، حاضر من عناية، بس هو يعني أنا هقعد فين؟ هي الجنينة هنا فيها أوضة؟ فيها بيت صغير، بس بتسألي ليه؟
عشان اعرف هقعد فين. هو ينفع اقعد في البيت الصغير ده؟ طب وليه تقعدي في الجنينة؟ ما تقعدي هنا في اي اوضة، البيت كبير زي ما انت شايفة. لا معلش، عشان بس اكون مرتاحة انا هقعد في الجنينة. على راحتك، بس ما قلتليش اسمك ايه. فرحة، اسمي فرحة. تمام يا فرحة، تعالي معايا وريكي هتقعدي فين. وقامت فرحة ومشيت مع مروان اللي خدها للبيت اللي هتقعد فيه، وبعد كده مشي وسابها. اما هي فكانت فرحانة جدا لانها اخيرا هتبقى مرتاحة، وانها خلصت من جوز خالتها اللي متربص لها. وعد الليل وطلع نهار يوم جديد، صحيت فيه فرحة على صوت العصافير. الله، انا مش مصدقة اني صحيت على صوت العصافير، مش صوت زعيق خالتي بتاع كل يوم وجوزها الرخم سيد. انا لازم اقوم بقى عشان اشوف الورد اللي سيد مروان قال لي هزرعه. وبالفعل قامت وخرجت برا للجنينة عشان تشوف الورد، وقعدت تكلم الورد وهي مبسوطة جدا. ايه يا حلوين، عاملين ايه؟ انا اسمي فرحة، مسؤولة عنكم من النهاردة. استغرب مروان جدا اللي جاي من وراها. انت بتكلمي نفسك ولا انا عشان لسه صاحب يتهيألي؟ لا بكلم الورد، بعرفهم على نفسي. بتكلمي الورد؟ بتكلميها ازاي؟ انت مجنونة باين عليكي. لا انا مش مجنونة، بس انا بحب الورد والطبيعة جدا، بحب اقف اكلم نفسي واكلم الحاجات كأنها سمعاني بالظبط. قلتيلي. ماشي يا ستي، انا رايح الشغل، خدي راحتك. وابتسمت فرحة ومشي مروان، وفضلت فرحة لوحدها وهي بتكلم نفسها. الشخص ده غريب، وانا مش عارفة هفضل هنا لحد امتى. هيسيبني ولا هيمشيني وارجع تاني لخالتي وجوزها اللي مش هيسيبني في حالي ده؟ قالت كده ودخلت الفيلا عشان تحضر الاكل، وانبهرت جدا بالمطبخ. الله على المطبخ اللي هعمل فيه الاكل. طب انا دلوقتي هخلص الاكل واروق الفيلا، وبعد كده اليوم هيبقى فاضي، هعمل ايه؟ وبالفعل خلصت الاكل وعملت كل حاجه، وقعدت تتفرج على التلفزيون. ودخل مروان فتكلمت فرحه بجديه. ازيك يا استاذ مروان. استاذ كويس. ايه الريحه دي؟ دي ريحه الاكل، انا عامله لك كفته. شكلك شاطره، الواحد واقع من الجوع اصلا. حضري الاكل بقى على ما اغير هدومي. ودخلت فرحة عشان تحضر الأكل، وفضلت واقفة، ونزل مروان وقعد يأكل. إيه انت يا بنتي عليكي ذنب، واقفة كده ليه؟ ما تقعدي. لا لما حضرتك تأكل الأول هبقى أكل. على راحتك. أكلك مش بطال. قال كده وسابها وقام، ولمت فرحة الأكل وقعدت في الجنينة تفكر. ده بني آدم غريب ومتكبر جدا، بس هعمل إيه؟ لازم أستحمل، مش أحسن مرجع لخالتي؟ اهو على الاقل ده اهون منهم، او يمكن هو مش كده، يمكن عشان انا لسه معرفوش. وبعد شوية خرج مروان. ايه قاعدة لحد دلوقتي بتعملي ايه؟ بتكلمي الورد برضو؟ لا يا استاذ مروان، قاعدة عادي، مش جايلي نوم، يعني مش بكلم نفسي. ما بلاش استاذ مروان دي، انا اسمي مروان الكيلاني. بقولك ايه بقى، انا لما خبطتك بالعربية كنت بتجري، قوليلي كنت بتجري ليه؟ ما انا قلت لحضرتك على سيد جوز خالتي، هو اللي كان بيجري ورايا وعاوز ياخدني بيته التاني بالعافية عشان يتجوزني، مع انه ما يجوزش ليا اصلا. حكايتك غريبة جدا يا فرحة، وجوز خالتك ده راجل زبالة. هعمل ايه؟ نصيبي اني اعيش معاهم واشوف اللي انا شفته. هو انت ليه عايش لوحدك؟ انا من ساعة ما جيت ما شفتش حد عايش معاك. فين اهل حضرتك؟ انا مش مجبر اعرفك عني ولا عن حياتي دي اي حاجة، بس انا هقولك عشان ما تبقيش قاعدة هنا وخايفة او قلقانة. انا امي متوفية بقالها 5 سنين، وابويا عايش برا مصر، وانا كنت عايش معاه، بس رجعت اعيش هنا عشان اشوف الشغل اللي معانا هنا، وعشان كده عايش لوحدي. عشان كده. يلا بقى انا هروح انام دلوقتي. ودخل مروان عشان ينام، ودخلت فرحة اوضتها عشان تنام هي كمان. وفضل مروان في اوضته يفكر في حكاية فرحة، ان كانت بتتكلم بجد ولا بتكذب وبتحور عليه. طب وهي هتكذب ليه يعني؟ دي شكلها بنت غلبانة ومش بتاعة حوارات. هي ساعات بتبقى مجنونة شوية وغريبة، بس طيبة. انا كده كده مش خسران حاجة، لو قعدت هنا مش احسن من انها كانت تبلغ عني لما خبطتها؟ وانا برضو هبقى اسأل واتأكد من كلامها. ونام مروان وطلع نهار يوم جديد، قامت فيه فرحة عشان تشوف الورد زي كل يوم، ولقته بيكبر وفرحت جدا.
الله، الورد شكله حلو قوي. انا مش متخيله حياتي هتبقى عامله ازاي لو مشيت من هنا. لا مش همشي من هنا اكيد، مادام ما عملتش حاجه. ووقتها خرج مروان وكان رايح يركب عربيته، فاتكلمت فرحه بفرحه جديده. صباح الخير يا مروان. صباح النور. تعالى شوف الورد. لا عشان متاخر على الشغل، يا دوب الحق. قال كده ومشي فورا. ووقفت فرحه في مكانها وهي مستغربه، ماله ده؟ طب وانا مالي برضو؟ ايه يا فرحه، انت مهتمه كده ليه؟ اوعي تكوني حبيتيه، هو عمره ما هيحب واحده زيك. طب ليه يعني؟ هو الحب عيب؟ ده لو كان حب، بس ده مجرد شفقه. ده بيعطف عليكي عشان صعبتي عليه، وانت شغاله عنده، شغاله وبس. وعدى النهار عادي جدا، وجه الليل ورجع مروان من شغله وهو متعصب جدا وعلى اخره مش طايق نفسه. مروان انت جيت؟ طب تعالى بسرعة شوف الورد بقى عامل ازاي. ايه مش بترد ليه؟ تعالى يلا. غضب مروان جدا واتنرفز عليها وراح مسكها من ايدها واتكلم بعصبية شديدة، انت هتنسي نفسك ولا ايه؟ انت مجرد شغالة هنا. في ايه؟ هو انا عملت لك ايه؟ ما بلاش شغل الشحاتة والسهوكة ده يا بنت انتي، وفوق لنفسك بدل مرميكي في الشارع، انتي فاهمة؟ وتكلمي معايا بحدود، ده هيكون احسن ليكي انتي. وسابها وطلع. وقعدت فرحة تعيط وصعبان عليها نفسها، دي هي اخيرا حست بالامان وبقت مرتاحة. بس هتعمل ايه؟ شكل ملهاش نصيب انها تفرح. فضلت قاعدة في الجنينة وهي بتفكر، وقررت انها تفضل فيها لحد الصبح، واول ما يطلع النهار هتمشي. وفي نفس الوقت كان مروان قاعد في اوضته وبيكلم نفسه، ايه اللي انا عملته مع البنت ده؟ هي ملهاش ذنب في حاجة، انا راجع متضايق عشان الشغل، ليه اتكلم معاها بالطريقة الوحشة دي؟ ايه يا مروان، انت هترجع تكون قاسي تاني ولا ايه؟ دي البنت الوحيدة اللي انت صدقتها وقلبك دق ليها، وبقيت متعود على وجودها هنا، ليه تقول لها كده وتكسرها بالشكل ده؟ لا انا لازم انزل اتأسف لها. وبالفعل نزل مروان وخبط على اوضتها، بس ملقاش حد بيرد. هي راحت فين دلوقتي في الجو ده؟ الوقت متأخر والدنيا برد. وفضل يبص حواليه ولقاها قاعدة في الجنينة، وراح وقعد جنبها. فرحة أنا آسف، ما حصلش حاجة، أنا متعودة على كده. حقيقي أنا آسف، ده كان غصب عني، أنا النهاردة كان معايا مشاكل كتيرة في الشغل، وكانت مشاكل كبيرة كمان، وكنت راجع متعصب. حقك عليا. ملوش لزوم انك تتأسف، انا خلاص اول ما يطلع النهار همشي ومش هزعجك تاني. انتي بتقولي ايه؟ بقول لحضرتك همشي الصبح، انا كنت همشي دلوقتي بس مش هعرف اروح لفين. وانا مش هخليكي تمشي، وبقولك انا اسف كمان. فرحة انا تعودت على وجودك هنا، خلاص بقى مفيش مشي، اتفقنا ولا ايه؟ بس انت اتعصبت عليا. لا خلاص مفيش عصبية تاني، اوعدك. تمام اتفقنا حضرتك. حضرتك تاني؟ ما بلاش احسن اتعصب تاني. وفضلوا يضحكوا شوية، ودخل كل واحد على قطه عشان ينام. وجه اليوم الجديد اللي صحيت فيه فرحة، وقامت عشان تشوف الورد وتبدأ شغلها، بس لقيت مروان قاعد جنبه. ايه ده انت هنا؟ انت ما روحتش الشغل ولا ايه؟ يا بنتي طب قولي صباح الخير الاول. لا يا ست النهاردة ما عنديش حاجة مهمة، وقلت اقعد. بس بجد برافو عليكي، الورد بقى جميل جدا. شكرا، انا بحب الطبيعة عشان كده اهتميت بيها، والحمد لله بقى شكل الجنينة حلو قوي زي ما انت شايف. طب يلا عشان نفطر، احسن الواحد ميت من الجوع. او فعلا دخلت فرحة حضرت الفطار وقعد مروان ياكل. اقعدي يا بنتي وما تقوليش لما تخلص اكل، اقعدي يلا اسمعي الكلام. ابتسمت فرحة وقعدت تاكل مع مروان، وخلصوا الأكل وخرج راح مشوار. وفضلت فرحة قاعدة جوه الفيلا وهي فرحانة انها خلاص مش هتمشي وهتستقر هنا. وخرجت وقفت في الجنينة، وأثناء الوقت ده كان في حد واقف بيبص عليها ومتربص لها ومستني اللحظة المناسبة عشان يدخل لها، واللي كان سيد. وفي نفس الوقت كان مروان راجع بعربيته وبيفكر في فرحة، وهو مبسوط جدا انه قدر صلح اللي حصل امبارح. وبنرجع لفرحة اللي كانت قاعدة في الجنينة ولقت اللي جاي وراها وبينادي عليها، بنت يا فرحة. بصت ولقت جوز خالتها قصادها. جوز خالتي؟ فاكرة نفسك هتعرفي تهربي مني؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ما انا مشيت وسبتكو، سيبوني في حالي بقى، كفاية الذل اللي شفته معاكو.
قرب عليها سيد بوحشية وشدها من ايدها وهو بيتكلم بغيظ. ما تخافيش قلتلك تعالي وانا هتجوزك وهنعيش بعيد. حرام عليك يا عم سيد، سيبني سيبني بقى، انت متجوزليش اصلا، انت فين عقلك؟ قلتلك مش هسيبك، بقى عدالي مع شاب لوحدك في بيت طويل عريض وجاية تقوليلي ما تجوزليش يا جوز خالتي؟ وفجأة لقى اللي مسكه بقوة. انت ازاي تدخل هنا؟ انت متعرفش انت في بيت مين؟ اتوتر سيد وحس بالخوف. انا جاية اخد بنت اخت مراتي، كانت غايبة ومش لاقينها. اسمع يا راجل يا زبالة، انت لو جيت هنا تاني او فكرت تقرب من فرحة انا همحيك من على وش الارض، انت فاهم ولا لا؟ وانت مالك يا جدع، انت واحد وعاوز بنت اخت مراته، انت ايه اللي دخلك؟ انا بقى مروان الكيلاني اللي بمكالمة واحدة هخليك تتعفن في السجن طول عمرك. ايه سجن؟ اطلع برا، وزي ما قلتلك لو شفتك هنا او قربت من فرحة في اي مكان هيكون اخر يوم في عمرك، فهمت ولا لسه؟ وجري سيد وهو خايف جدا من كلام مروان. اما فرحة فكانت منهارة وبتعيط. انا مش عارفة اقول لك ايه، انت لو ما كنتش جيت كان زمان وخدني بالعافية. طول ما انا موجود يا فرحة ما تخافيش، ما حدش يقدر ياخدك، وهو خلاص مش هيقرب لك تاني ابدا، يعني كوني مطمنة. ماشي ماشي. وجه الليل وفرحة كانت قاعدة في اوضتها ولقت الباب بيخبط عليها. مين؟ انا مروان يا فرحة، طلعي. وخرجت فرحة وهي متوترة. في حاجة ولا ايه؟ لا مفيش، انا نزلت اقعد معاكي وما لقيتكيش بره فقلت اخبط. وراحوا قعدوا الاتنين مع بعض واتكلم مروان بجدية. ما قلتليش بقى انت ليه لحد دلوقتي ما تجوزتيش ولا حتى شايف في ايدك دبلة؟ زي ما انت شايف، واحدة زي جوز خالتها مش سايبها في حالها وعايشة مذلولة، ازاي كانت هتفكر في حد؟ ولا مين اصلا هيوافق على واحدة فقيرة ويتيمة زي؟ صعب الاقي حد يحبني. انت غريبة يا فرحة، عادي على فكرة ان حد يحب واحدة فقيرة مدام هي بتحبه وهو حبها، خلاص مش عيب. انت تعرفي انا لحد دلوقتي ما فكرتش في الجواز ليه؟ ليه يعني؟ مع انك شاب غني واي واحدة هتوافق عليك. هو ده بقى اكتر سبب، تصدق اني بقول اي واحدة هروح اتقدم لها وتعرف اني مروان الكيلاني هتوافق عشان فلوسي مش عشان بتحبني، ده السبب الوحيد. مع اني قابلت كتير وعرفت كتير وكلهم كانوا مبسوطين برضو، بس عاوزين واحد غني زيهم، غير كده ما هيوافقوش. اللي يحب حد مش هيحبه عشان الفلوس، هيحبه عشان نفسه، الفلوس مش كل حاجة. ده انت طلعتي فاهمة اهو، امال ليه كنت بقول عليك عبيطة؟ انا مش هرد على واحد متكبر زيك وشايف نفسه. انا شايف نفسي؟ طب اتنيلي واسكتي خالص، المتكبر قال. يلا ادخلي نامي، انا غلطان اني قاعد مع واحدة هبلة ومجنونة زيك. صح، ده انا نسيت انك بتكلمي الورد، يعني مجنونة بحق وحقيقي. ملكش دعوة، يلا روح نام، تصبح على خير. ودخلت فرحة تنام وطلع مروان لقطه. أنا هفضل ساكت لحد إمتى؟ أنا لازم أقول لفرحة أني بحبها بدل ما تروح مني، دي البني أدمة الوحيدة اللي فهمتني بجد، أو مش همها فلوسي ولا أنا مين أو حتى ابني مين، هي دي اللي هقدر أعيش معاها وأكمل حياتي معاها فعلا. وطلع نهار يوم جديد، نزل فيه مروان لتحت ولقى فرحة محضرة الفطار. الله على الفطار الجامد يا شيف فرحة، التريق التريق يا أستاذ مروان. والله أبدا، الأكل شكله يفتح النفس. وقعد هو وفرحة عشان ياكلوا. وبعد شوية، حضري نفسك النهاردة بقى. ليه يعني؟ هنروح مشوار كده وقلت أماخدك معايا بدل ما أنت قاعدة مش وراكي حاجة. طيب فين؟ مشوار وخلاص يا فرحة، بس هيعجبك قوي أنا عارف. ماشي يا عم لما نشوف آخرتها. وضحكت فرحة وضحك مروان معاها. انت هتتنيكي يا بنت، انت طولي اصلا انك تخرجي مع مروان الكيلاني؟ اطول، وطول اطول منك كمان. مين مروان الكيلاني يعني؟ ما تحسسنيش انه ما فيش زيك تاني في الكون. انا مش هرد على واحدة مجنونة، خلصي بس ويلا عشان نمشي. وخلصت اكل ودخلت لبست وخرجت وبصلها مروان بابتسامة ومسك ايدها وركبوا العربية. وبعد دقايق وصلوا للمكان وفرحة كانت متغمية عينيها. ايه يا مروان شيل الغمامة دي بقى. استني وهقولك، فتحي اقفي هنا دلوقتي. وقفها في مزرعة كبيرة جدا كانت مليانة ورد واشجار جميلة.
فتحي عينك يا فرحة. وفتحت فرحة، الله ايه المكان التحفة ده يا مروان، ده يجنن بجد. المكان ده بتاعك انت يا فرحة. ايه بتاعنا ازاي؟ مش فاهمة. تتجوزيني يا فرحة؟ مروان انت بتقول ايه؟ بقولك تتجوزيني، انا بحبك يا فرحة. انا مش مصدقة نفسي، اكيد انا بحلم. ردي عليا الاول وبعدين صدقي نفسك براحتك قبل ما اغير كلامي. طبعا موافقة، انا بحبك جدا جدا وما كنتش قادرة اعترف لك بده، وانا بحبك اكتر يا فرحتي. ابطالنا اتجوزوا وعاشوا في تبات ونبات، وخلفوا صبيان وبنات وقبال كل البنات الامارات. ولحد هنا تكون خلصت قصتنا يا احلى متابعين في الدنيا بحالها. قولوا لي رايكم فيها في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك، واستنوني في قصص تانية كتير. بحبكم قوي، مع السلامه.